لكن الذي أريد أن أقول كما أسلفت في المقدمة أن الإعلام المضاد لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ماذا فعل؟ نحن نحمل القرآن الكريم كسنة، أنا سني أحمل القرآن الكريم، ولكن صدقوني لا أحمل من القرآن الكريم شيء. لماذا؟ الآن 7 آيات في برامج على مدى تقريبا 22 حلقة تقول للسني، و 22 حلقة على مدى 3 أسابيع أو أكثر عنده وقت يضرب على الانترنت ويجيب لنا الجواب، لكن ما عندهم شيء. والشيعي الآن اللي يتكلم يقول لهم هذه الآيات في محمد وآل محمد وأنا غلطان، أنتم الصح أعطوني الصح. شوفوا إخواني، أنا أمس أظهرت مجموعة من التفاسير، وهذه مجموعة من التفاسير. شوفوا إخواني، هذا تفسير النسفي، حتى مكان ما ظل عندنا بالاستوديو من وراكم، هذا تفسير السعدي، هذا تفسير النابلسي، هذا تفسير ابن أبي حاتم، هذا تفسير ابن العربي، هذا تفسير المنار، هذا تفسير روح المعاني، هذا الجلالين، هذا الرازي، هذا هذا هذا. أتحداكم في كل الآيات التي ذكرناها في البرنامج أن تأتوا بتفسير آية واحدة من هذه التفاسير وتصمد أمامي. أسألك في أول سؤال، مثلا أنا مضطر أعيد الآيات وبعد ذلك أعرج، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. مين الأمة الوسط؟ ما تعرفون، لأنه الوسط لازم ما يكذب، وجماعتكم كذابة ما تقدرون. أعطينا آية، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مين هذه الأمة اللي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ تعرف المعروف وتعرف المنكر، فتنهى عن المنكر وتمشي بالمعروف، لكن تمشي بالليل وبالنهار، مش بالنهار تمشي وبالليل ما تمشي. ما يعرف السني، ما يعرف، ولا كتب السنة ولا علماء السنة. واعتصموا بحبل الله جميعا. إيش هو حبل الله؟ من الذي اعتصم به؟ اعطوني واحد اعتصم بحبل الله، ما يعرف. واتقوا الله حق تقاته، من الذي اتقى الله حق تقاته؟ أو جماعتكم كما قرأت لكم من الرازي يقول يلزم أن هذا معصوم، ما عندكم. الآن جئنا بآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زين، هم آمنوا، الله قال لهم يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني صدقوا. النبي قال لهم أنا رسول الله والله خلق الكون، قال صدقنا، أشهد أن لا إله إلا الله. فلماذا يقول لهم يا أيها الذين صدقوا كونوا مع الذين صدقوا؟ إيش فيكم أنتم، ما تفكرون؟ لذلك في كتبكم اسألوا هذه التفاسير، في كتبكم يقولون في قراءة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. الله وكيلك، شلة مال باطل، شلة مال باطل. فأنت اسأل يا سني، يا أيها الذين آمنوا يعني الذين آمنوا، يعني يا أيها الصادقون كونوا مع الصادقين. هشم، هم صدقوا. لذلك يا أيها الذين آمنوا الذين صدقتم كونوا مع التخصيص الصادقين، وبواقر سيشرح لكم من هم الصادقون. فأنا الآن أسألكم شيعي قبل أن أقرأ، شو تريد من أي تفسير؟ هذه التفاسير من الأرض إلى السقف فضعها، أين علماؤكم يجيبوا عن هذا الأمر؟ شوفوا، راح أقول لكم أشياء. لما أوردوا التفسير، والله العظيم مستعد أفتح الآن التفاسير أقرأ لكم، قالوا كونوا مع الصادقين يعني كونوا مع الصحابة. أي صحابة؟ قالوا كل الصحابة. الرايثان قال لا، كونوا مع الصادقين مع أبي بكر وعمر. الرايثان لا، قال مو في البخاري ورد عن كعب بن مالك ومرارة وهلال ابن أمية، كونوا مع ذول الثلاثة. الرأي الرابع قال كونوا مع الذين، والرأي الخامس والرأي السادس وكلام. بينما عندما تأتي لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين تفتح بوب الكلين بابا، والطبرسي والطوسي والعلماء والصفار والهذا، هم محمد وآل محمد بين، قال هذا هنا، قال الصادقون هم الأئمة. أقرأ لك باب فرض، باب ما فرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله من الكون مع الأئمة، يعني الله فرض فرض كونوا من الكون مع الأئمة. تريد أقلب لك، أقلب لك باب أنهم هم أهل الذكر، يعني هم أهل القرآن والله فرض أن يكون من القرآن. تريد أقلب لك باب فرض طاعة الأئمة، إحنا ننام على وسادة عالية،
انت تنام لك على شنو يا سني؟ يا سني الشيعي ينام على وسادة عالية. شوف من كتاب واحد، وهذا اني ما ادري ان شاء الله هذا كتاب واحد، وهذا اني كتب السنة. تعال انا وياك نفتح كتاب كتاب، ما تستطيع، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك انا راح اترك ابو باقر اسئله سؤال، من هم الصادقون يا ابا باقر؟ تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله حجينا والافاضل جميعا. طبعا التفاسير التي ذكرها الحاج وعد بعد في موجود من عندها ان شاء الله تعالى، اذا يحبون احنا مجموعه واحده، اذا يحبون الاخوه اذا ما مصدقين بهذه التفاسير عندنا بعد مثلهن او بقدرهن اسماء تقريبا 17 16 تفسير اخريات موجودات، حتى نشوف هؤلاء انه فيه كثير عندنا من هذه التفاسير وهذه الكتب التي انتم مختلفتم فيها على راي واحد. طيب قبل هذا كله، هذه الايه احبتي الافاضل، الان عندما يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فيه آية كريمة مباركة دائما نحن نقرأها ويعني نثبت عليها أمرا مهما. الآية في سورة آل عمران عندما ذكر الله في المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية تقول للنبي أنت ائت بهؤلاء واجعلوا لعنة الله على الكاذبين، فلو كان هؤلاء عندهم كذبة واحدة لشملتهم اللعنة، إذا لم تكن عندهم أي كذبة فهم صادقون يقينا، وهذا ما شهد به القرآن الكريم، فبالتالي يكونوا معصومين. التفاتة مهمة للذين يريدون أن يأتوا إلينا ويعطونا آيات أخرى موجودة في القرآن الكريم تنقل أنه هنا صادقون هنا صادقون، ما عندنا مشكلة، لكن نريد منكم شرطا واحدا، هذه الآية ألزمت الجميع بأن صدق الموجودين في آية المباهلة صدقهم صدق رسول الله حصرا، فهل تستطيعون أن تجعلوا كل الصحابة صدقهم صدق رسول الله حتى تنطبق عليهم آية كونوا مع الصادقين أو لا؟ هذا الإلزام الأول. الإلزام الثاني، الآية الكريمة المباركة أحبتي في تفسير الفخر الرازي، يقول الفخر الرازي الله سبحانه وتعالى إنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين، يقول ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، وذاك ينطبع يمنع وذلك يمنع من انطباق الكل على الباطل. يكمل يقول ومتى امتنع انطباق الكل على الباطل وجب إذا أطبقوا على شيء يكونوا محقين، فهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة، مو موضوعنا الإجماع، وإن كان إذا تكلمنا عن الإجماع نخرج منه علي بن أبي طالب والأئمة لأنهم الأمة الوسط. اسمعوا ماذا يكمل ويقول، فإن قيل لما لا يجوز أن يقال المراد كونوا مع الصادقين أن كونوا أي كونوا على طريقة الصادقين، كما إن الرجل إذا قال لولده كن مع الصالحين لا يفيد إلا ذاك، سلمنا ذلك، نقول لهم، هو يقول الرازي سلمت لكم، لكن نقول هذا إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط، فكان هذا أمرا بالكون مع الرسول فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة، سلمنا ذلك، لكن لما لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعة. يقول ليش ما يصير مثل ما يقول الشيعة؟ طبعا يقول نعم، هو ما احنا ما نقول مثل ما يقولون الشيعة لان احنا ما نستطيع ان نصل الى الامام المعصوم عندهم كما هم، لكن اسمعوا ماذا يقول في الصفحة التي بعدها، قلنا نحن نعترف بانه لا بد من معصوم في كل زمان. حج من هذه الآية دي يتكلم كل زمان يجب أن يكون له معصوم، إلا إنا نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة. سؤال، إذن عندما يقول الشيعي نحن نعتقد بأن دلالة الآية تدل على وجود معصوم في كل زمان والمعصوم هو من؟ أهل البيت. الرازي شي يقول لا، المعصوم مجموع الأمة. إذن نحن وصلنا إلى نفس النتيجة، نعم، لكن المصداق بيننا وبينكم يختلف، وحيث أننا أثبتنا من القرآن الكريم أن الصادقون هم المقصوصين بآية المباهلة، إذن ثبت مطلبنا فلا بد من وجود معصوم بعد النبي صدقه صدق رسول الله لانطباق تلك الآية المباركة على أهل الكساء الأربعة وانطباق دلالة الحديث الثقلين على البقية. حجي نحن لا نريد كلاما في يعني هكذا يأتون لنا كل شوي، لا هو, هو, هو أبو باقر احنا قرأنا أمس من تفسير ابن أبي حاتم وتفسير السعدي التفاسير ماذا يقولون؟ يقولون أن كونوا مع الصادقين في نيتهم وفي أفعالهم
وفي ليلهم وفي نهارهم وفي وعدت كل الأشياء، فسألناهم مين اللي في الليل النهار في النية في الأفعال في الليل في النهار، من هؤلاء؟ خلي أسأل عمر العراقي، تفضل عمر العراقي، من الله قال لك يا عمر كون مع الصادقين، من هم الصادقون؟ تفضل. أول شيء الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقين الذين يصدقون مع الله عز وجل، الذين يصدقون مع من 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 مثلا سواء جايك وفي سورة توبة الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين يا أستاذ هي مخلط أستاذ عمر اسمع هي مخلط أولا أنت ابقى في نفس الآية، أنت قبل شوي تقول كونوا مع الصادقين، الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الخطاب وجه للصحابة أو لا؟ وجه للصحابة وجه للمؤمنين عامة. لحظة واحدة كن معي الله يرحم والديك، الخطاب الأخ إلى المسلمين جميعا يا أستاذ أسعوف الآن الكلام منهم الصحابة ما يخالفوا منهم هو سؤاله منهم الصحابة، إذن لما الله قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الصحابة وغير الصحابة فالخطاب وجه للصحابة سلم إبابة الصحابة من المسلمين يعني من الصحابة أيضا الصحابة الذين ناصروا النبي عليه أحسن الآن قال لهم يا أيها الصحابة سؤال أحمد الإمامي يا أيها الصحابة كونوا مع الصادقين بمن ألزم الصحابة أن يكونوا مع هاي الثلة اللي صادقين أحسن الصادقين الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر اللي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إن كان صادقا كونوا معه زين أولي الأمر هو واحد اسمع بعد خلي خدمة الله يهدو أولي الأمر يا أيها الذين آمنوا عفوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من صار ولي الأمر بعد النبي من أبو بكر الصديق يعني هذا واحد هدو بابا تجاوبنا على قد السؤال واحد أو أبو بكر صح ولا أبو بكر زين الله يقول صادقين هذا صادق واحد الباقين وينهم الباقين وينهم الباقين اللي صادقين يعني الصادقين اللي صدقوا النبي جاي يقول تمو قلت أولي الأمر هو واحد ولي الأمر يا ابن عمي تمو قلت من الصادقون هم أولي الأمر أولي الأمر أمر جماعة هو أبو بكر واحد مين الباقين والله الصادقين يعني ذكر المؤمنين الصادقين المقصود به هو حجي عمر هي بلوة عمي عمر الله يرحمه هذاك مبين إنسان مؤدب اسمع أنا الآن الله قال لي كن مع الصادقين يصير أكون مع الصادقين بالنهار وبالليل ما أكون معهم ولا الأمر عام ليل ونهار أحسن يعني الله قال لي يا وعد اللامي كن مع عمر الصادق وعمر منزه من قبل الله لأن الله قال يا وعد اللامي كن مع عمر يصير أكون مع عمر ساعة 12 وساعة 1:30 ما أكون معه ما يصير يعني. أحسن إذن عمر من 7 الصبح الثاني يوم 7 الصبح صادق صح شنو صح ولا لا صادق يعني أحسن. صادق الآن هذا الصادق مع الله في كافة عباداته صح يعني صادق بصلاته صادق بتعامله مع أولاده صادق بكيل الميزان صادق بأعماله كل شيء صادق صح ولا صادق بشيء ومو صادق بشيء لا صادق عام يعني أيوة مين عمر هذا الصادق من 7 الصبح ثاني يوم 7 الصبح مين عمر جاي لك الصادق الصادقين يعني لا بس مشكلة روانهم من أم بآية الكريم الله عز وجل من يقول لك والسابقون الأولون من بعدين راح نجي على السابقين أخونا بعدين الآن أشرح لك إياه وأفهم لا الآن خلاص ما تريد تجاوب هذا يعني ما عندك جواب نجي على السابقون أخدمك سابقون الأولون الآن في سابق اللي يجي بعد السابق شو يسمى الأولون شنو الأولون لا إذا الآن سباق في سابق رقم واحد رقم الثاني يسمى لاحق لو سابق لا لاحق يسمى أحسن. السابق الأول أحسن السابق الأول والثاني لاحق إيه لاحق عمر لاحق لو سابق أني مو أنت فاهم عليك اللاحق يعني عمر زين الله قال والسابقون ما قال اللاحقون يا عمر مو منهم السابقون الأولون مكتوب السابقون الأولون يعني تطرحها على السباق الفائل الأول ومن المهاجرين والأنصار المهاجرين والأنصار سبقونه المهاجرين زين أنا اسمع الآن
عمر بن الخطاب بالإجماع أنه بعد 6 سنوات أسلم، صح ولا لا؟ بالإجماع، صح، رحم الله والدي. إذن خلال هاي 6 سنوات في أناس كانوا يدخلون للإسلام، صح؟ منهم خديجة سلام الله عليها، من الإمام علي سلام الله عليه، منهم أبي بكر، منهم زيد، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم من... صح ولا لا؟ صحيح صحيح، ذولا كلهم سبقوا عمر، صح؟ صحيح. إذن كلهم أفضل من عمر، لأن السابقون الأولون السبق فضيلة. أكيد، بس أنا كمسلم كسني يعني ما أفضل أحد على أحد من الصحابة والتابعين. يعني من الأفضل، معاوية لو علي بن أبي طالب عليه السلام؟ لا، علي بن أبي طالب. لا، مو قلت ما أفضل. لا لا، ما أفضلهم يعني ما أشخص. زين، أيهما شخصا أفضل؟ أيهما شخصا أفضل، الحسن عليه السلام أم معاوية؟ أكيد الحسن، جده الرسول وأمه فاطمة الزهراء. عمر الله عمر 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 عمر، عندكم مسجد إلى جانبكم تصلي بيه ولا لا؟ إيه، في مسجد. أريدك بكرة تسأل صاحب المسجد. أتراك أتراك ما يعرفون، بس بسم الله الرحمن الرحيم. إيه شو لا، أنا سمحرت وياك، وين أوديك؟ أوديك على تركيا مثلا؟ يا وين أخذك؟ وين؟ تعال يمي، والله تعال يمي أحسن لك بالبر. إيه، أبقى أبقى عمر، إنسان طيب، أبقى عمر، حياك الله أخونا عمر، حياك الله. ابقى اسوي ميوت، ابقى يا يعني ننسى على طايل، على طايل وديه. إيه، هذا طايل، هذا اسمه، هذا طايل اللي معانا اللي تشوفه لابس عقال، هذا طايل الله يحفظه. إيه، هذا كان وهابي قبل شهرين، وبعدين تابع البرنامج، وهسه هو اعلن تشيعه في البرنامج وصار شيعي. ليش؟ لان احنا طرحنا في البرنامج مثل ما الان ناقشتك، مو طرح متعصب، طرح يحاكي العقول ومن القران الكريم، وشفت شلون بدنا نفكك العباره وياك، نريد لكم الخير. لأنه شوف أخونا الكريم، خير يصيبك، بس سؤال صغير بالله. قول. أنت ذكرت الوهابية، ماكو مذهب وهابية عند أهل السنة والجماعة، فقط محمد بن عبد الوهاب. ايه؟ محمد بن عبد الوهاب أعتقد صار له 300 سنة من ميت، حارب الشرك في زمانه. وليش قبله كان التوفيق. ليش أجدادنا القبلة كانوا مشركين؟ لا مو أجدادك. احنا السنة، أنا سني، أنا سني، أجدادي كانوا مشركين. مو قصة الشرك، الله. الآن في محاربة، لا أخونا، إذا محمد بن عبد الوهاب حارب المشركين، الآن لم يوجد محاربة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يوجد محاربة المشركين في كل زمن محاربة، ليش بس محمد حارب؟ محمد عبد الوهاب مو كل واحد؟ لا، اجتهد 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 فحارب. أنا ما اجتهد وأنت تجتهد وكل إحنا أخونا نجتهد، كل إحنا نحارب الشرك. لكن شوف أخونا في كتب، شوف أخو محمد بن عبد الوهاب، وهذا كتاب، شوف الدرر السنية في الرد على الوهابية، كم كتاب تريد رد؟ هذا شوف مثلا هذا من المغرب، هذا كتاب الانتصار لاجتهاد الأشاعرة الأخيار، هذا ضد الوهابية. هذا كتاب علماء تونس، ماذا يقول؟ يقول الدفاع عن العقيدة، وهذا مفتي تونس. هذه مفاهيم يجب أن تصحح للعلوي المالكي من مكة، كتب ضد الوهابية. عبد الله الهرري الحبشي كتب ضد الوهابية. هذا كتاب المنح الوهابية في طمس شنو المنح الإلهية في طمس بلالات الوهابية أمام. كم كتاب تريد؟ أنا أقول لك أنه السنة، هذا كتاب مفتي الديار علي جمعة ضد الوهابية، هذا كتاب ضد الوهابية لأتبرك بالصالحين اللي ضد الوهابية. كم كتاب تريد؟ 100 كتاب الآن أقرأ لك أنه ذولا ضد. فأخونا الكريم الآن، أنت تدري تركيا كم كتاب تريد في تركيا اللي أنت وأنا بنفسي ذهبت للمكاتب واقتنيتها من تركيا؟ كل المؤلفين اللي ألفوا من الأتراك وغير الأتراك من العقيدة الماتوريدية ألفوا ضد الوهابية. مثلا كتاب ضد الأتراك يكرهون محمد بن عبد الوهاب. عافية، الأكراد سنة ويكرهون الوهابية. ليش؟ لانه وما قلت لك الوهابي يكرهون محمد بن عبد الوهاب، يظنون انه اسس مذهب لنفسه، فما في مذهب اسمه محمد الوهابي، العفو، ماكو مذهب. فالله عز وجل ذكر لنا في ايات كثيره، الله عز وجل ذكر مثلا لا يكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بس احنا ما ننكرها، احنا نقول لك هذا الحق يا اخونا، اترك الوهابيه وغير الوهاب محمد عبد الوهاب، شوف القران، احنا من القران تفكر، كونوا مع الصادقين اللي بالليل وبالنهار. من هم؟ الاخ الشيخ احمد الامام الان قال لك النبي أخذهم لكي يجعل لعنة الله على الكاذبين، إذا نحن صادقين. أخذ منه النبي، موجود أبو بكر وعمر وفلان وعلان، أخذ بس علي بن أبي طالب، موجود النساء، كل النساء، أخذ فقط فاطمة.
موجود الناس أخذ فقط الحسن والحسين. أنت لما نتفكر أخونا عمر تجد أن العناية ربانية في هذا الأمر، لكن إحنا أنا عمر وأنت وعد وهذا فلان وهذا أحمد، الإعلام ظللنا دفعنا عن مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله يهديك أخونا، الله يهديك. طيب